19 ونمر إلى النقطة 20 متعلقة بمشروع اتفاقية الشراكة بين جماعة فاس وبلدية بيت لقيا بفلسطين. متعلقة باتفاقية الشراكة بين جماعة فاس وبلدية مفوبي الكاميرون للتصويت. موافقون؟ معارضون؟ لا أحد. ممتنعون؟ لا أحد. صدق المجلس بالإجماع على مشروع اتفاقية الشراكة بين جماعة فاس وبلدية مفوبي الكاميرون. وبهذا نكون قد أنهينا جدول الأعمال المتعلق بالجلسة الأولى.